محامي في اكبر مكتب في مصر. زي كان عنده حق. في الموسم الرمضاني هذه السنة شفنا مسلسل سوتس النسخة العربية للفيرجن الأمريكي. التعليقات والانتقادات بدأت وقتها من البداية من أفيش. هذا الأمر أزعج أحمد داود، وكانت مناسبة من بعد انتهاء العمل أن يخبرنا كل اللي حصل. هم في الأول أول أفيش نزل الناس كانت ليها تعملوا كده وكان نيجاتيف جدا، وانتوا خلاص كل حاجة بتبوظوها وكل حاجة ما هي موجودة وكده. ومع الوقت لا، بدأوا يكتشفوا أن احنا عملنا مجهود كويس قوي، وفي الآخر بدأوا يحسوا أنه إيه ده، ده هو مين أحسن، ده ولا ده. هو ده بس اللي كنت قلته في الأول، أنه هو يا جماعة استنوا لحد ما تتفرجوا يعني. الأمور توضحت وانقلبت إلى نجاح كبير والحمد لله. بعد ما تفرجوا فيدباك حلو قوي، حسيت ان احنا الحمد لله كسبنا الرهان يعني. بعد ما شفنا احمد بدور ادم المحامي الذكي، بس انا بفهم في القانون اكتر من اخويا ومن الدكتور اللي فصلني ومن 3/4 محامين البلد، صار عندنا فضول نعرف سبب اختياره لهذا الدور وهذا العمل. هو على حسب حالتك انت مبدئيا كممثله بتختاري الادوار ازاي يعني. فانا لما تعرض عليا المسلسل حبيت ادم جدا، وحبيت الدور وحبيت المشروع وحبيت شكله، وكنت متخيل ان هو يطلع عامل كده يعني. ايه ده، وريني هتبقى احمد زكي ضد الحكومه ولا اللبلبه في ليله ساخنه؟ على طول كده هبقى لبلبة طبعا. مشاهد كثيرة لأحمد أثرت فينا، ولكن أحمد نفسه أي مشهد أثر فيه أكثر من غيره؟ هو مشهد موت ستو، كان حظي حلو وقتها بظروف تصويره وبالحالة اللي أنا روحت لها، وبتبسط لما بيحصل كده يعني في مشاهد يعني. عشان كده هتشوفني بشتغل وناجح ومبسوط. سمعنا ان سوتس بالنسخه المصريه بيكون له جزء ثاني. والله هو يعني في كلام على حاجات كده، بس هنشوف بقى الفتره الجايه هنعرف ايه اللي هيحصل يعني. نتمنى ذلك يا احمد. من الحين لين هذاك الوقت احمد عنده نيو بروجكتس وخبرنا عنها. عندي فيلم هيتعرض في عيد الكبير ده يوم 13، وبصور ان شاء الله بعد عيد فيلم اسمه هيصة. إلابوريت لو سمحت. هيصة فيلم تاليف محمد ناير واخراج عثمان ابو لبن. هو فيلم عن الكوره ومزيكا في حته شعبيه. يوم 13 ده فيلم سسبنس واول فيلم 3 دي كله في الوطن العربي يعني، وده متحمس له جدا يعني. هو بقى فترة في البوست لأنه حاجة إن شاء الله تبقى مختلفة ومستنيها يعني. شكرا لأنك كنت اليوم في الجود مود. والله على حسب يعني، أوقات ببقى لذيذ وأوقات ببقى مش يعني، سيبوني في حالي دلوقتي يعني زي أي حد يعني. من زهر الخليج، we can't wait to see your new releases. يلا حلو قوي.